السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. بعد الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك داخل الأراضي الروسية، ما الذي ستغيره هذه الهجمات في مجرى الحرب الروسية الأوكرانية؟ أولا، تمكنت القوات الروسية أن تتقدم في جبهة دونيسك أكثر من 20 كيلومتر، وبدأت تقترب كثيرا من حدود هذه المقاطعة مع مقاطعة دنيبرو بتروفيسك، وبذلك قد تتمكن من السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيسك في شرق أوكرانيا. وأيضا القوات الروسية شنت هجمات في المناطق الغربية من لوهانسك من أجل الوصول إلى شرق خاركيف، وأيضا كان هناك هجمات أخرى في شمال خاركيف، والقوات الروسية أيضا توغلت داخل الأراضي الأوكرانية. ردا على ذلك، خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أوكرانيا بشن هجوم جديد من انطلاقا من مقاطعة سومي الأوكرانية، وتمكنت من أن تتوغل عدة كيلومترات داخل مقاطعة كورسك الروسية. السؤال هو الآن، هل دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة بعد هذا الهجوم الأوكراني وتوغلها داخل الأراضي الروسية؟ أولا، نناقش ما هي غاية أوكرانيا من هجومها في كورسك. هناك عدة غايات للقوات الأوكرانية. أولا، نقل المعارك إلى داخل الأراضي الروسية، وثانيا تخفيف الضغط عن جبهة دونيسك، الجبهة الأخطر ضمن هذه الحرب، وكذلك إدخال القوات الروسية في معارك استنزاف جانبية من أجل التفرغ وتوجيه ضربة قوية للقوات الروسية في جبهة أخرى. الآن القوات الأوكرانية توغلت في مقاطعة كورسك الروسية، وقد تقوم الآن بتوسيع توغلها، إضافة إلى إرسال المزيد من التعزيزات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة داخل مقاطعة كورسك. ما هو رد فعل روسيا تجاه هذا الهجوم الأوكراني؟ أهم ردود أفعال روسيا حاليا هو تحديد اتجاه الهجوم الرئيسي الأوكراني وإيقاف الخرق، وبعد ذلك القصف الجوي والصاروخي للأرتال الأوكرانية، وبعد ذلك نقل قوات إضافية من الجبهات الأخرى من أجل أن تشن هجوماً مقابلاً لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية. بدأت الآن القوات الأوكرانية بإرسال المزيد من التعزيزات إلى جبهة كورسك من أجل تثبيت المناطق التي سيطرت عليها وإنشاء خطوط دفاعية لمنع أي هجوم روسي متوقع خلال الساعات المقبلة. بدأت القوات الروسية بقصف مركز وعنيف للأرتال الأوكرانية التي بدأت تتقدم داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى التعزيزات التي بدأت ترسلها أوكرانيا إلى مقاطعة سومي من أجل دعم القوات التي توغلت داخل الأراضي الروسية. وبعد ذلك قد ترسل روسيا قوات إضافية إلى هذه الجبهة من جبهات أخرى أو من الاحتياطي الاستراتيجي للقوات الروسية، وبعد ذلك قد تقوم بشن هجوم مقابل كبير من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في مقاطعة كورسك. وبعد ذلك، بعد أن تتحشد القوات الروسية، قد تقوم بهجوم مقابل كبير من أجل استعادة هذه المناطق والوصول مرة أخرى إلى الحدود الروسية الأوكرانية في مقاطعة سومي، وقد تتوغل القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية من أجل السيطرة على مناطق شمال خاركيف وكذلك شمال سومي من أجل فرض منطقة عازلة في شمال كل من خاركيف وسومي، إضافة إلى مقاطعة شيرنغيف. واضح أن غاية القوات الأوكرانية هو مشاغلة القوات الروسية في جبهة سومي لأطول فترة ممكنة لكي تتفرغ بعد ذلك، وقد تحشد قوات إضافية في جبهة أخرى، وقد تكون هذه الجبهة هي جبهة دونيسك، وترسل تعزيزات إليها، وقد تقوم بهجوم مباغت آخر كما هاجمت مقاطعة كورسك، وقد تهاجم مقاطعة دونيسك من أجل استعادة السيطرة عليها مرة أخرى ومنع القوات الروسية من السيطرة على كامل إقليم الدونباس، وهي غاية بعيدة المدى للقوات الأوكرانية. ولكن هل ستتمكن القوات الأوكرانية من الصمود في جبهة كورسك وبعد ذلك التوجه نحو مقاطعة دونيسك؟ هذا السؤال نترك إجابته للأسابيع، إن لم نقل الأشهر المقبلة. إذن هذه آخر تطورات المعارك التي تدور في الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصا بعد هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.